عقل ديال المقاولات، وجدتوا الملفات ديالكم، بلورتوا الافكار الى برامج استثماريه ثم برامج ماليه، درتوا دراسه السوق، درتوا كل شيء، شنو بقى لكم؟ بقى لكم الخطوه الاولى باش تبقاو تسوليسيتيو للبيبان اللي ممكن لو بروغرام دانفيسيسمون يولي لو بلان فينانس لو بي اي يولي لو بي اف اللي تكلمتكم عليه في اللقاء السابق. فهذه المرحله هذه تقتضي انكم تديو معكم واحد المجموعه من الافكار، مجموعه من المبادئ، مجموعه من 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 من, من البوصله، خص تكون عندكم واحد البوصله تكونوا فاهميها من البدايه، باش من تواجهوا مع هذا المحيط، من تواجهوا مع هذا المجال، استثمروه احسن استثمار، وانا نقول ابشع استثمار، استثمروه مزيان، لان الدنيا فرص. وانا قبل ما نتكلمكم في الموضوع غادي نعطيكم جوج ديال الاشياء، جوج ديال لي زيستواغ. الاستواغ الاولى ديال بيل غيت، بيل غيت الملياردير، لاخشي ملياردير ديال العالم. جلس واحد النهار مع واحد الصحفيه، اسمحوا لي نتكلم هكا باريحيه، ندير لكم شويه الشو، ولا تبان لي ناعسين. لا الا بغيتوا نوقفوا نوقفوا، انا عيان شويه. بيل غيت جات واحد الصحفيه امريكيه، كي درت باش وليت ملياردير؟ شنو هو السر ديال النجاح ديالك؟ شنو هو لا كلي ديال لو سوكسي ديالك؟ ياك كمال موزيل، ياك شنو هي لا كلي ديال لو سوكسي ديالك؟ جبت شك، عرفوا الملياردير، جبت شك قال لها شحال كسب لك؟ اختاري المونطون اللي بغيتي نكتب لك شك. بقات عليه او ماي جود اي كانت اكسبت ذات اي ريفيوز اي كانت. بقات جبت الشك وداروا في جيبه، قال لها انا ما دايرش بحالك. الوغ الفرص تستغلوهم فيما كانت شي فرصه تستغلوها، وتكون لا بيرسيفيرونس، تكون هذيك الاصرار، هذيك السماطه تكون صامتين باش تستغلوها، لان البيبان ما كتفتحش بوحدها. حتى في التراث ديالنا كيقول لك ان الله يحب العبد الملحاح، بالتالي الالحاح في هذا المجال ديال المقاوله مهم جدا. ثانيا التفاعليه، ما كاينش شي حاجه رتيبه، ما تمشوش طوباويين، درتوا تكوينات، يمكن كانت عندكم افكار درتوا تكوينات، نزلتوا الافكار باش انكم تردوهم الى برامج، تردوهم الى دي بيزنس بلان. ممكن تقدروا تلقاو في الطريق ان الفكره خاطئه، تقدروا تبدلوا المجال ديال النشاط كاع كاريمون، تقدروا تعدلوا البرنامج الاستثماري ديالكم تفاعلا مع الفرص التمويليه المتاحه. يعني هذا المبدا الاول اللي تمشوا فيه، هي التفاعليه وهي الواقعيه، ما تمشوش طوباويين. عندكم فكره، درتوا مجموعه من الدراسات، لقيتوا راسكم باللي هادشي قابط، هادشي قابط، مشيتوا للمرحله ديال انكم تدقوا البيبان ديال باش تقلبوا على التمويل، لان درتوا نتوما ان بلون فينونسي ياك، ان بي اف، درتوا برنامج تمويلي، برنامج استثماري يجي موراه برنامج تمويلي، لقيتوا دي بلوكاج، لقيتوا دي مشاكل، لقيتوا هذه خاصها تبدل، ما فيها باس نبدل كل شيء، الدنيا هانيه، المهم ليسبخي اونتربرونيريال يكون كاين. ولهذا نتكلم على ليسبخي الزوج هو ليسبخي ماركتين، كاملين خصكم تكونوا شاربين الماركتينغ. شنو هو الماركتينغ؟ انا بغيتنا غير واحد كنهضروا على الماركتينغ، التسويق، الماركتينغ، كنشوفوا اشهار كنقولوا سي دو ماركتينغ، نشوفوا شي بوست نقولوا سي دو ماركتينغ، نشوفوا واحد السيد لابس كوستيم كرافات سي دو ماركتينغ، هاد الهضره يمكن حتى هي سي دو ماركتينغ. شنو هو لو ماركتينغ؟ مين جاي الفكره ديال الماركتينغ؟ عندكم شي فكره للشباب؟ واه تفضل. كيفية تسويق المنتوج؟ واخا الماركت قبل الازمه، قبل ما نخترعوا المحرك البخاري، قبل ما تجي لا ماشين، كان شنو المشكل في العالم؟ المشكل هو لوفر، هو الانتاج، كان لا دوموند موجوده، خاص غير اللي ينتج لهم باش يستهلكوا. كانت برودوير بور فوندر، il faut عقلوا عليها، برودوير بور فوندر، خصنا ننتجوا باش نبيعوا، راه غير ننتجوا، البيع موجود، كاش مشكل. مورها من جات المحرك البخاري وجات لا ماشين وجات الاله، ولات قد لوفر قد لا دوموند، قد لا برودكسيون قد احتياجات السوق. شنو ولا لو برانسيب؟ ولا لو برانسيب الجديد هو فوندر سو كي برودوي. عندي لي برودوي موجودين، ما عنديش مشكل في الانتاج، ياك في الاول كان عندي، دابا ما بقاش عندي مشكل في الانتاج، دابا خاصني غير نقلب على كيفاش نسوق، كيفاش نوصل المنتوج ديالي الى المستهلك النهائي، يعني قنوات ديال لا ديستريبيسيون. داكور اليوم لا، اليوم ولات لوفر كثار من لا دوموند، دونك شنو خصنا نديرو؟ هذه هي الماركتينغ، هذه هي لوبتيك ماركتينغ، عقلوا عليها مزيان.
il faut produire ce qui est déjà vendu. يعني الفكرة ديال المشروع ولا الإنتاجية ديالكم ولا تفكروا في الكونسيبسيون ديال البرودوي قبل ما تفكروا فيه تفكروا واش يتبع ولا ما يتبعش. هي هذه القضية ديال لو مارشي هي السوق. ونسألكم واحد سؤال ثاني، شنو هو السوق؟ نعم اها و تفضل ها المنافسة البلاصة لا ديستريبيسيون لوفري لا دوموند ها دونك الطلب ها فئة المستهدفة. دابا كلشي السوق بالكم هما الكليان لا ماشي غير الكليان لو مارشي السوق عند مقاول ما بغى يكون لاطاي ديالو ماشي غير لي كليون حتى لي برودوي ديال لا كونكورونس سي تان مارشي جو دو اون تيغي لو ماكسيموم دو بروفي وهذا لو مارشي راه كبير ديال لا كونكورونس في لا سوبستيتيسيون لا كونكورونس ديريكت انديريكت يعني البدائل الى اخره وتقدر ان كونكورون تقدر تردو ان كليون ياك استاذه ديال بركان قلتها لك ان كونكورون يقدر يولي ان كليون كما قالت الاستاذه ما نديروش حنا براغماتيين في العالم ديال المقاوله ماشي عاطفيين حنا كنشوفوا الربح حنا كنمشيو بالمنطق ديال وين وين هذه 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 اللي بغيتكم تشربوا هذه الثقافه هذه يعني تمشيو تجابوا دابا الابناك وتمشيو تشوفوا تمشيو بهذا لو برينسيپ ها سؤال ولا بغيت اضافه واخا في التفاعل ها واه العلاقات بصفه عامه ودابا جبت لكم قلت لي نتوما الزبائن مزيان بصح عطيتكم منتوجات ديال الاخر لا سوبستيتيسيون ولا لا كونكورونس حتى هو سي ان مارشي لو مارشي دو لا كونكورونس لو مارشي فينونسي سي ان مارشي السوق الماليه الفلوس فين راها شكون اللي راه يعطي التمويل بزاف شكون هي الجهه اللي كتساعد هذا النوع ديال المشاريع اللي متناسب معايا انا مع البروفيل ديالي والموضوع ديالي شنو هي الجهه التمويليه اللي كتساعد زائد عاوتاني واحد السخور ديال هذا اللي قالت التوندونس وديال جرين انفيست وهذا الشيء ديال لينيجي رونوفلاب وهذا الشيء لوبتيميزاسيون دي ديشي انا متفاهم الشباب يقول لك حتى طحت عندي عاد بديت نحترم البيئه زعما غير انا اللي نحترم البيئه باش نستمر الاخرين ما يحترموش باش علاش الاخرين مستمرين تقولوها ياك تقولوا حتى طحت عندنا عاد نديو نحن نحترموا البيئه يعني هذوك لي زونتربريز اللي ناجحين باغ ديفو كيحترموا البيئه سو كيفو ماشي دائما ولكن هذا الشيء اللي هذا برامج دوليه وبرنامج وطني كيشجع هذا المجال ديال المحافظه على البيئه ديال لينيرجي رينوفلاب ديال تثمين النفايات ديال 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 وبالتالي هذه هذا ستان انفيرونمون هذا ستان مارشي خصكم تيروا منه الماكسيموم دو بروفيل حتى هو سو استلهموا غير من التجربه ديال الجمعيه جمعيه دارت شراكه مع الاتحاد الاوروبي كدير مشاركه المواطنه كدير لا ديموكراسي بارتيسيباتيف كدير لافيرونمون كدير وانتم حاملين المشاريع عندكم مقاولات فيها لا فالور اجوتي هذا مع هذا واللي ودابا تبارك الله عليكم كاملين كما قلت لكم دائما اشهد انكم كاملين ممكن تكونوا اطور مستقبليه تواكبوا معكم الشباب تعاونوهم باش حتى هما يقدروا يصيغوا يعني يصابوا المقاوله ديالهم وخا غير على الورق الو البرامج الوطنيه مهمه الواحد يطالع عليها لان دابا نمشيو دابا خصنا الفلوس باش ما نكثرش عليكم الهضره دابا عندكم مقاوله عندكم فكره عندكم برنامج خاصكم الفلوس اول حاجه تمشيو لها واش تمشيو للبنكه ولا تمشيو للواجد تمشيو ديروا قروض ولا تمشيو تطلبوا على الدعم الاول هي الدعم باش تشوفوا الا غطى لكم كلشي مزيان الا غطى لكم اي شويه عاد اللي باقي نمشي للقروض نمشي للبنكه الو باش نمشي نشوف الدعم شوف هذا مثلا الجهه شنو دايره الاندياج شنو داير وديروا شي حاجه اللي تكونوا مقتنعين بها وكتميزوا فيها ولكن في نفس الوقت ديروا داكشي اللي بغاو هما راه هما مثلا دابا الاخ اللي قال بلي انايا متعاونيا في الجهه الشرقيه ولكن باغي نشتغل فيها ولا ستركتور جوريديك ديرها في جهه الشرق والخدمه اللي لو مارشي السوق فين غادي تبيع لو برودويات ديالك خطر حتى 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 افريق حتى العالم كاع ماشي غير المغرب ولا شي ولا طنجه ولا الوغ من حقك تكون اون فورم جوريديك كتعاونيه كما بغات مجلس الجهه قالت كايت شارج واخا بسم الله كايت شارج حنا تعاونيه كاملين زايدين في وجده زايدين في بوعرفه زايدين في كيك حنا النشاط ديالنا وفي القانون الاساسي كينسجم مع الكايت شارج ديالكم اسيدي حتى حنا نهتموا بهذه وبهذه وبهذه وعندنا برنامج اه لي كليون ديالنا ما كاينينش هنا
الوحدات الانتاجيه ما يمكنناش نديرهم هنا. علاش؟ لان مثلا لا بروفيزيونمون قريب لطنجه بارابور ا وجده باغ اكزومبل، ولا اليد العامله المؤهله كاينه هنا وما كايناش هنا. من حقكم، ولكن لا ستركتور جوريديك ديروها بنت الشرق. احنا تهنينا داكور، دي فوا ليدي تبدلوها بلا ستركتور جوريديك. دابا مجلس الشرق طالب غير التعاونيات، ما بغاش يدعم المقاول الذاتي، عنده اولويات، عنده برنامج حتى هو، عنده قانون تنظيمي كيطبقه، وعنده برنامج حتى هو، برنامج ديال العمل ولا برنامج ديال التنميه كيطبقه.